بين التشابه الكبير لأوضاع المحافظات العراقية وغرق أهلها في انتظار تغيير واقع الحال الخدمي، تضيف سمراء قصة معاناة قديمة جديدة عنوانها الانقطاع المستمر للكهرباء وسوء البنية التحتية. بالشتاء يعني شاحكي لك اطيانة، المدارس بهذلة على الأطفال، من كلها والله يا أخوي. أكثر الطلاب دا تبطل من المدرسة من وراء هاي الأطيانة. ها يعني طالب توديه للمدرسة لازم تشيله الشيل وتوديه، ها من تجيبه تروح تتلقاه شيله الشيل وتجيبه من الدوام، لو تعوفه يجي يروح للدوام يرجع شابع طين. واقع فصل الشتاء أشد صعوبة على أبناء المدينة، واقع يدفعهم لتغيير حياتهم اليومية لكن دون حلول على الأرض. من وعت للدنيا هاي شوارع هي ومباوعة الدولة، نريد تعيين، احنا نعاني، نريد تعيين، نريد شغل، نريد ينطونا تمليكي ملكونا، هذا العراق مالنا. المطالب من الحكومتين المحلية والاتحادية على قائمة الانتظار، أما التأخر في التنفيذ فيقع في احتمالات تهميش المطالب الأساسية والخدماتية للمواطن.